الأكسجين شحال؟ الأكسجين شحال؟ 21 واحد ديال لي غاز غار ثاني. إذا بالنسبة ليا هاد الهواء اللي كندخل فيه 78 21 ديال الأكسجين وواحد ديال لي غاز غار. هذاك الشيء اللي كتسوطيه في الفم ديالو راه مشعول ثاني أكسيد الكربون. لا شحال كتدخل ديال الأكسجين ديال الأزوت قلنا؟ 21 شحال كتستافد منها؟ بالنسبة لهذا الشيء المركز الحد الثاني اللي برنوسي اللي هو مركز لتأهيل وإعادة إدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة لنواحي مقاطعة البرنوسي والمحمدية. حاولنا أن نجمعوا حتى الأطفال تقريبا هنا عدد الأطفال هي 150 طفل. الطفل لأنه تقريبا قطعوا الدراسة هذه تقريبا شي كل عنده 4 سنين 5 سنين كل عنده 6 سنين وحاولنا أننا ندمجوهم. كاين جوج تخصصات اللي مؤهله هنا، كاين تخصص اولا نجاره الالومنيوم وكذلك الكهرباء، وكاين عندنا عقده مع بعض الشركات على اساس انه هاد الوليدات ان شاء الله هنا كاين المستوى الاول وهو المستوى النظري، وكاين عندنا قاعات اللي كيتاهلوا فيها الوليدات على مستوى تطبيقي، وكذلك ان عندنا عقده مع الشركات يفهم اللي كيكون هاد الدري كيوصل لواحد المرحله اللي يقدر انه يمشي ويزاول العمل ديالو. كنوجدوا ليه بعض التدريبات دي ستاج بري فورماسيون اللي يمكن انه يتاهلوا لها في اطار الانشطه اللي كنقوموا بها، وفي اطار اننا حنا نواصلوهم ونواكبوهم على اساس انهم هاد الوليدات باش انهم ناهلوهم. هذاك الشيء كاينه عندنا بزاف النقاط، منهم النقطه الاولى وهي اننا حنا كنديروا لهم هذه السلامه الصحيه اللي كنداوموا على كل عام كنديروا لهم هذه الانشطه باش نعرفوا مع الاخطاء المهنيه والاخطاء اللي يقدروا انهم يتعرضوا لها اثناء مزاوله العمل ديالهم. زائد اننا حنا كنحاولوا اننا كنديروا معهم جلسات في التكوين النفسي والعلاج النفسي، علاش؟ باش هاد الوليدات ما ينحرفوش لينا، واولا وانهم يكونوا غدا ان شاء الله رجل صالح والتوفيق ان شاء الله وشكرا. 78 الاكسجين شحال؟ الاكسجين شحال؟ 21 واحد ديال لي غاز غار ثاني. اذا بالنسبه ليا هاد الهواء اللي كندخل فيه 78 21 ديال الاكسجين وواحد ديال لي غاز غار. هذاك الشيء اللي كتسوطيه في الفم ديالو راه مشعول ثاني اكسيد الكربون. لا شحال كتدخل ديال الاكسجين ديال الازوت قلنا؟ 21 شحال كتستافد منها؟ اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.